طبعا كلنا يعني الفترة اللي فاتت بنسمع عن حوادث بتحصل وأزمات بتحصل للشباب، والمفتاح هو الدعم النفسي. مفيش حد فينا مش محتاج دعم نفسي فترة من فترات حياته، لكن من يقدم الدعم النفسي هي الأساس. مين يقدم النصيحة؟ لما نحتاج نصيحة نروح فين؟ هو ده الموضوع. مؤسسة الأزهر الشريف أعلنت عن مبادرة بعنوان أنت غالي علينا، لتقديم الدعم النفسي للشباب ومساعدتهم على تجاوز الأزمات وحل المشكلات النفسية والتحديات والتحلي بالأخلاق الحميدة حتى مع نفسنا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة. معنا على التليفون الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. يا دكتور برحب بحضرتك، صباح الخير على حضرتك. ويمكن يعني الفترة اللي فاتت بنسمع عن حوادث صعبة، سواء حوادث الإنسان يعني بيعملها في نفسه أو بيأذي بيها غيره، ويمكن الناس اللي حواليه ما بتبقاش حاسة أنه عنده مشكلة أو بيعاني، وبنتفاجئ باللي بيحصل. يعني الدعم النفسي حاجة مهمة جدا، يمكن ما عندناش الثقافة دي، مسألة أنه تروح لمتخصص، مسألة أنك تحس إمتى تكون محتاج دعم نفسي. الأزهر الشريف يعني انتبه لحاجة زي دي، والمبادرة هامة جدا جدا جدا. لو حضرتك تقولي المبادرة هتعمل إيه؟ إيه المؤسسات الأخرى المشتركة مع الأزهر الشريف في هذه المبادرة؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين كلهم. وفي البداية بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا زي ما حضرتك قدمتي انه احنا في فتره تستدعي كل الجهود المخلصه والصادقه والمؤمنه في رسالتها تجاه وطنها وامتها كلها، لتحقيق هدف سامي جدا هو بناء الانسان، لان الانسان ده بنيان الله سبحانه وتعالى وهو صنعه الله. فكلنا يجب ان احنا نتكاتف جهودنا علشان حاجه زي كده. فمن هنا اطلقنا في مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه مبادره لتحقيق هذا الامر وتوجيه الدعم النفسي والمعنوي والديني والفكري الى ابنائنا وشبابنا وابناء المجتمع كله، اسمها انت غالي علينا. هذه المبادره اطلقت 18/9/2021. والحمد لله الفترة اللي فاتت دي لاقت قبولا وترحابا كبيرا جدا، وحتى انتشار كبير جدا في كل الاوساط. المبادرة دي بتقوم بادوار مهمة جدا، ياتي على راس هذه الادوار توجيه الدعم الكامل لشبابنا اللي محتاجين توجيه في بعض الاستشارات عن بعض الاشياء، او حتى ان احنا نقعد معاهم نشوف عندهم مشاكل ايه ونحاول ندعمهم بكل الاسباب او الوسائل اللي ممكن تكون سبيل لدعمهم واعاده دمجهم في المجتمع بشكل قوي، لتعزيز ثقتهم في نفسهم والتركيز على مواهبهم اللي ربنا سبحانه وتعالى منحهم اياها. عظيم. علشان نبدا نعيد الثقه في هذا الانسان اللي وصل في مرحله من المراحل او فتره من الفترات ان هو يفقد الثقه في نفسه، يفقد الثقة في مجتمعه، يفقد الثقة في من حوله، خاصة ابتداء من الأب والأم. وهذه رسالة بوجهها للآباء والأمهات، ضرورة احتواء أبنائي، ضرورة احتواء أبنائي والوقوف معهم على مشكلتهم وعدم تنمية هذه المشكلات أو تعزيز هذه السلبيات، بل بالعكس يجب أن يكون لهم دور إيجابي جدا وكبير جدا في تحويل هذه السلبيات إلى إيجابيات. وده ممكن، وده بيحصل معانا لما بنقابل حد من شبابنا وبنضطر ان احنا نتواصل مع اهله سواء الاب او الام لتوجيهه هو كمان لطريقه تعامل معينه بعيدا عن الابن طبعا او البنت، علشان نقدر نحقق الهدف الاسمى اللي هو بناء انسان قوي. ده مهم جدا يا دكتور اسامه، فكره ان انا اقول للشاب ان انت مهم وان دي يعني شدائد لازم بيتعرض لها الانسان في حياته وفي مواقف صعبه كلنا بنمر بيها، لكن بتعدي وانت مهم، مهم بالنسبه لنفسك، مهم بالنسبه لاسرتك، مهم كمان بالنسبه للمجتمع. لكن في نقطه عايز اتكلم مع حضرتك فيها، وهي ان الاطباء النفسيين وخبراء التربيه بينتقدوا هذا الامر وبيقولوا ان ده مش تخصص الازهر، فحضرتك ترد عليهم بايه؟
أنا هقول إن إحنا لم نعمل في هذا الأمر بصورة عشوائية أبدا، وأنا أحترم وأقدر كلام السادة الأفاضل الأطباء. هو فعلا احترام التخصص هذا أمر واجب على كل إنسان، ولكن إحنا في هذا الأمر عندنا فريق استشاري علمي لمركز الأزهر العالمي للفتح في كل التخصصات، مش الطب النفسي بس، لا ده في الطب النفسي وعلم الفيروسات والهندسة الجغرافية وعلوم الأجنة، تعظيم كل التخصصات. ففي هذه الحالة احنا الحمد لله على مدار 4 سنين فاتوا، عايز اقول لحضرتك، في دورات تدريبية او ورش عمل مكثفة لزملاء اعضاء الفتوى في المركز من اساتذة متخصصين واساتذة كبار جدا، يمكن اكبر الاساتذة في الطب النفسي وعلم النفس والاجتماعي، علشان قبل حتى ما نعمل وحدة الدعم النفسي او قبل ما نطلق مبادرة انت غالي علينا، كان في كتير جدا من الحالات اللي لها مشاكل في الأسئلة الدينية أو متعلقة بفهم نص من نصوص القرآن والسنة النبوية المشرفة، محتاج لدعم نفسي مش محتاج سؤال. يعني هو في ظاهر الأمر إنه عنده سؤال، لكن لما بنمشي معاه في السؤال بتاعه بنلاقي الحكاية مش مسألة سؤال. حتى إن إحنا عقدنا في هذا الشأن يعني يمكن ورشة عمل أو محاضرات في عنوان كده كان اسمه الوسواس القهري وعلاقته بالحكم الشرعي، ودي اللي اداها اساتذه في الطب النفسي. يعني حضرتك يا دكتور اسامه تقصد ان في تعاون ما بين الازهر الشريف وما بين اخصائيين نفسيين موجودين داخل مؤسسه الازهر الشريف، هنا اللي بيرد اطباء نفسيين، هنا اللي بيرد مش الازهر الشريف يعني شيوخ، لا هنا في دكاتره نفسيين بيردوا. لا غير الدكاتره، انا اقصد اقول لحضرتك ان فريق العمل اللي موجود في المكان تم تاهيله بشكل جيد بحيث ان هو يكون قادر على استيعاب الشخص اللي هو بيتحاور معاه. طب اذا استدعى الامر تدخل طبيب نفسي فهذا الامر متاح كذلك وما فيش منه اي مشكله، يتم الاستعانه بيه الحمد لله. من خلال التجربه، ما هي التجربه خير دليل برضه، يعني من خلال التجربه كثير جدا من الحالات اللي تعاملنا معها الحمد لله جاءتنا بحال وخرجت بحال مختلف تماما، فيه ايجابيه وفيه اقبال. عظيم جدا يا دكتور، كل الشكر لحضرتك طبعا على كل هذه التفاصيل. دكتور اسامه الحديدي مدير مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه، شكرا جزيلا لك.